مقطع وسكرت دبرو مانيك عسرنا من الملائكة. الملائكة قال يا العالم الغيب ورات نزرع ورات نزرع وريم كانت تنزرع الدنيا خلقنا ربي تبارك وتعالى النور أرسكانكم ما دازين ربي تبارك وتعالى ورات عصون ربي تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طفن الأرواح روح القدس بسم الله تبارك وتعالى روح القدس الطفن الدواء مثل الأجساد مثل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. طفن العقول طفن القلوب تقول تقول ركزنا ربي تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. أسسنا من كل الملائكة ربي تبارك وتعالى أسسنا من كم ماذا تكون بحي علم تحي علم ربي تبارك وتعالى جزء الأسماء أسسنا من زون جبريل وميكائيل إسرافيل ملك الموت غود الأسماء دي علم حسسنا ربي تبارك وتعالى ده القرآن إلي الأسماء يضنين ورد نسلوك يخصص النمن إلي درسنا كان الصفات ركزنا ربي تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تكري قد تيانغ الملائكة لما يتكلف زند جبريل عليه السلام يكلف ربي تبارك وتعالى الوحي ملك الموت يكلف ربي تبارك وتعالى أي تنفذ الأرواح الميدن تكري قد تيان دي إسرافيل يكلف ربي تبارك وتعالى نتانا راي صود النفخ لغردني يوم القيامة. إذا الملائكة كلهم اختصاص النمن أساس النمن أدور نتابع المخرفين للتأويل كالخرافات الخرافات في الملائكة عن كل عين ورصحة رنتم أن تبع غير إكثر ربي تبارك وتعالى ما ينغ الملائكة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ينغ الملائكة